مساء الخير، مساء الأجواء الجميلة، مساء الأمطار الحلوة. ولو أنه بعد عبري ماشي أمطار، بس الحمد لله إن شفنا الأمطار في مسقط وفي الشرقية، والحين نشوفها في الباطنة. بس إذا وصلنا الحمد لله، وإذا ما وصلنا يكفي إن الأمطار شملت ربع عمان. اللهم لك الحمد والشكر يا رب. بس عاد نتمنى إن شاء الله بإذن الله. الحذر الحذر يا جماعة، خلونا نستمتع والله بالأمطار، نفرح لما نسمعها. ما نبي نحب نسمع أخبار ما زينة، والله والله. بس كفى كفى كفى، الله يخليكم. فإن شاء الله بإذن الله تكون أمطار رحمة ويعم بها البلاد والعباد. الله يسعدكم يا رب، واستمتعوا فيها، استمتعوا ما بعد الأمطار. طبعا أتكلم ما في الأمطار. الله يحفظكم يا رب. أسعد الله مساءكم، حياكم الله وسهلا ومرحبا. أرد لكم شباب، الحياة فوز وخسارة، والله بمانة مش ما نقامل المنتخب، لكن والله ما يلهم ذنب. يعني تخيل واحد داخل بطولة مع مدرب، في النهاية هالمدرب يفشل، في النهاية هالمدرب انه يقال يجيبوا رشيد قابر اللي هو المدرب العماني جزاه الله خير. ما باليد حيلة الواحد مدرب يبقى يلعب باللعيبة كده في مخه، يا جابوه كده مفاجئ مسكين. واللعيبة ما قصروا أمانة، لكن في النهاية ترى هي مثل ما يقول الواحد الاستعداد النفسي. هم دخلوا والجمهور يصارعهم والمدرب ما عرفوا إيش كده. إن شاء الله بإذن الله تعالى إذا ما حالفهم الحظ في البطولة البطولات الثانية. عمرو مساك الله بالخير. مرحبا الله بالنور. حياك وسهلا. كيف شفت المباراة؟ والله ماشي يا أخي. لا لا ما سالفت هي ماشي لعب. ماشي لعب اليوم برا، ماشي لعب يعني ما هو ايه متعود مع الكويت مع المباراة الماضية. ماشي يا اخي. هدف شرف عنا، هدف شرف. هدف الشرف. يلا ما علي يا عمرو، لا تتضايق. يسعد انك 70 مرض فيك، لا تتضايق عن طيح علي. اي والله ما نبي نخسرك. خسرنا النتيجة ونخسرك انت ترى بعد نفس الشيء ما حلو. عاد وين هو الحصان؟ الحصان راح خلاص. ما يلعليك. اي والله ما يتنبه الحصان عاد.